يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر ما بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الترجمة الأدبية محاط بالحمقى للكاتب توماس إريكسون، ترجمة عمر فتحي، ويشرح الكتاب الأنماط الأربعة للسلوك البشري، ويصف الكاتب أن السلوك البشري في معظمه معقد وغامض. يحتل المركز الثاني كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه. تأتي في المركز الثالث رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، حيث يأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي. وجاء في المركز الرابع كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله، والذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح. واختتمت قائمة الأعلى مبيعاً في المركز الخامس بكتاب 40 للكاتب أحمد الشقيري، ويتحدث فيه عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عاماً والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي.